السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كتعاودوا صحيح الامور؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الجميع يكون بصحه جيده. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا الفلوق جديد. الفكره ديال هذا الفلوق وهذا الفيديو ان شاء الله هي الكواليس ديال الموسم، اشنو كنديروا والتحضيرات والبريباراسيون والكواليس اللي كيدوزوا قبل من الموسم. غادي نشارك معكم كلشي حتى غنحطوا ان شاء الله لوطاق في الموسم وغادي نتبورد. المهم الاصدقاء كما كتشوفوا حنا دابا راه في العروبيه، احنا هزينا الحويجات ديالنا، الوثاق والفراش والدوزال الكراسه والحوايج الاخرين راهم كاينين في السطات، غادي نحولهم نيشان الموسم. حنا دابا راه كاينين في مزار، تحياتي ليكم. وراه كنت باغي نصور ليكم تشوف باش تعرفوا هادشي فيه تمارة، ما لقيتش الوقت حتى فين نصور ليكم. وعيشوا معنا الاجواء والكواليس ديال الموسم. ان شاء الله اللي غادي نحطو فيها هما تما حاطين، الله يسخر الجميع. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. هذا النهار الثاني اليوم ان شاء الله غادي نبنيو. دابا راه 5 ديال الصباح ولا 5 ونص هكاك، غادي ان شاء الله نبنيو الوثاق. راه ماشي ناس بناو اللي حطوا الوثاق ديالهم، الله يسخر الجميع. وين تبارك الله عليكم، كما كتشوفوا حنا باقيين في هاد الاستعدادات. هما الحويجات، زينا العضومات، زينا التراشح، المخاد، المانط، الفراش ديال الوثاق، وغادي كنحولوا بالحويج بشوية بشوية. انتم حنا فين راكبين؟ راكبين حدا الحويج هنا، ولا ما عشتيش هاد الاجواء هادي؟ راه الصراحة الموسم يدوز ناقص. وهنا كما كتشوفوا هما الخيول كاينين، راه جاو وكنت شطنت شوية ما بقيت صورت ما والو، حيت بداو كيجيو الناس والدراري، كون قادو في الحوايج والسناحات راكم عارفين. شناهم البارح في العشية او غير الخيول ديال الاصدقاء ديالنا، اللهم يسر. تبارك الله، هانتوما ها الحطة هي هنا، هي هادي داشت الوثاق عاشت الخيول الدهمية، اللهم بارك. الصباح ضروري نعوموا الخيل كلهم. انتم ها الموسم راه عامر تبارك الله، راه كاينه ما عرفتش 46 صربا اللي لعبت البارح. طالع ولد الزرق راه كنت راكب عليه البارح، هذا السلامون تاع الصغير تبارك الله، راه حنا ركبنا عليه راه ميسر. وهنا كان وصل وقت الركوب وصافي تشطنت مع الركوب، راكم عارفين ما تلقاش الوقت باش تصور. وغادي نخلي لكم ان شاء الله فيديوهات ديال هذيك الايام اللي دوزنا فاش كنا تبوردنا في 16، والصراحه داز موسم زوين. وكنشكر جميع الجمهور والاصدقاء ولا اي واحد ساعدنا ولا اي واحد غير كيدعي معاك وكيقول لك كلمه طيبه على حسن التعامل. نطلب الله نبقاو زوينين ونبقاو لهلا تحاشمنا يا ربي. وتحياتي لكم، وتفرجوا ونتمنى يعجبكم الفيديو. Oh!
في الحقيقه سي محمد الخاسبي هذه بالنسبه لي انا احسن طلقه في هذا اليوم ديال الجمعه. تبارك الله عليكم وشكرا لكم وليله سعيده. وهاد اللقطات هادو كنت شديتهم نهار السبت صورتهم، راكم عارفين ما كنساليش غير كنخطف هاد اللقطات وصافي. ونهار السبت راه نهار مميز، وكيقولوا نهار السبت راه هو الموسم حيت كيكونوا فيه الناس معروضين وجايين الناس ضياف من بعاد يتفرجوا. وكنت شديت لكم هاد اللقطات وبزاف ديال الحوايج ما صورتهمش، بحال كيفاش كنقادوا السناحات والحوايج والمكاحل وكيفاش كنعمروا. مهم غير قبلوا، وان شاء الله هاد المره غادي نشوف شي واحد يصور لكم كاع الاجواء. او صافي انه الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي. صلاح ببالك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الناس ملك الناس. الآن مع جمعية السيد الغنيمي للتراث الأصيل بستاد برئاسة مقدم سي محمد عاد. سي محمد عاد أمره يا بني هل متربي تريد إذا جدك والكهل طيب شد شد والكهل كان هذا هو الفيديو ديالنا وكنتمنى يعجبكم. ورا نسيت ما صورتش لكم كيفاش جمعنا وكنريبوا الحوايج ومني مشينا حيت راه قلت لكم ما كنساليش. وتحياتي لكم وشكرا والله يسهل الجميع يا رب.